بداية الفيروس، بداية كورونا. نعم. وهو سؤال مشروع، يعني أنا ضد التنمر على أي سؤال مهما كان هو غريب. صحيح. هناك ناس مع قضية المؤامرة، هناك ناس مع قضية مش عارف شنو كيفهم. صحيح. ولكن المشكلة يعني دائما أن لا يكون في بعض الآراء اللي تكون غير متخصصة. هل فيروس كورونا طبيعي؟ أوكي. طلع بروحه؟ أوكي. أم هو نتاج صنع الإنسان؟ تمام، سؤال مهم جدا. اليوم الأسئلة أغلبها مهمة ما شاء الله. شوف خلنا أقولك شيء، الحين بغض النظر شنو مصدر الفيروس، لازم نعرف أن الفيروس موجود، ماشي؟ تمام. أنا أقدر أي شخص عنده نظرية مؤامرة وعنده فكر، ما عنده مشكلة في أن نناقشك بالشكل العلمي الأساسي. حلو. اطرح ما عندك ونطرح ما عندنا ونوصل إلى الحل المشترك إذا كان القصد هو الوصول إلى حل. اليوم إحنا نقول أن الفيروس موجود ملموس، نشوفه ونشوفه على المرضى وعلى أعراضهم ونشوفه بالميكروسكوب، يعني إحنا شايفين الفيروس، الفيروس مو من وحي الخيال، موجود. زين، شلون طلع الفيروس؟ صنع الإنسان ولا من الطبيعة؟ يعني صنع الإنسان يقول لك إنه مقصود، يعني من دول استعمارية قالت بجربها على العالم. بالضبط. يعني. وقد تكون من حرب. أحد أشياء الحروب وتستخدم فيها الحروب البيولوجية والأمور بالضبط. هذه. أيه. لا يستطيع أحد أن يثبت اليوم إذا كان هو من صنع الإنسان أو من الطبيعة. كل يعني نقدر نسوي استنتاجات والإرشادات. خلنا نقول هذا موضوع شوي سياسي اقتصادي. طيب. لأنك ما تقدر تثبته. يعني إذا ثبتته إنه هو اكتشف في مختبر علمي أو في مختبر في دولة فلانية، الدولة هذه راح تتحمل مصائب. فصعب إنك تدخل في هذه الحروب. يعني إذا قدرت تثبته، ولذلك حاولت منظمة الصحة العالمية أن تستكشف هذا الموضوع. نعم. كانت هناك زيارات في المنطقة اللي اكتشف فيها الفيروس أول مرة في ووهان في الصين وكذا، وكان هناك جدال أمريكي صيني في هذا الموضوع سياسي كبير. كنت في ندوة، أحد الندوات في أقدم أتكلم عن الفيروس في جامعة الكويت في كلية الحقوق، مشكورين على الاستضافة في ذلك الوقت قبل يمكن سنة تقريبا، وطرح هذا الموضوع بالناحية القانونية وأكد أن لا تستطيع أن تثبت، حتى إذا قدرت بالقدرة العلمية ما تقدر بالقدرة السياسية ما تقدر تثبت إذا بالموضوع. طيب طيب. أنا يعني إحنا الحلو